السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة تعرف، أهلا بكم. العالم كله يطير فرحا واستبشارا بإعلان شركة فايزر عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا، ولكن لم يعلن الإعلام الغربي أن من اكتشفه هما زوجان مسلمان من أصول تركية. فقد اكتشف زوجان مسلمان ألمانيان من أصول تركية المصل المضاد لفيروس كورونا في معملهما. العالمان هما أوغور شاهين وأوزليم توريجي، ويرأس شاهين مجلس إدارة شركة بيونتيك الألمانية للصناعات الدوائية، وزوجته توريجي عضو بمجلس إدارة الشركة. وقد أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب لترخيصه. في المقابل أبرمت شركتا فايزر وبيونتيك عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام. كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.